خمس مباريات لا تعرف تعمل انتصار بالخسارة وتعمل مرور صعب لرافائيل فران في الأسابيع الأخيرة. وهذه يكون الألماني توني كروس اللي يوسع في القائمة الثانية. مارتشيلو اللي يوسع ورر ألمانية هذه الكرة والراس من راموس المدرك راموس. 55 هدف في مسيرة راموس إلى حد الآن، لعب ومدافع مثل ما فعل راموس، ألقاب عديدة وإمكانية هجومية. يوسع والخطورة في الفريق التشيكي غير خايف بالمرة، يعني خلينا نقوله بدون مركبات. يلعب انتظار لوكاس فاسكيز، بالفاسكيز فاسكيز يوسع والركنة الألمانية في انتظار الرأسية والرأس غريبة. ناتشو 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 هو اللي ضرب مودريتش، مودريتش لجارت بيل، كرة لقلب الدفاع يوسع. أو كريم بنزيما، هذه هي كرة كريم 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 لوكاس فاسكيز. فاسكيز كرة سهلة لفريق فيكتوريا بيلزن، كرة صعبة مستحيلة على جارث بيل. طبعا جارث بيل يحيي هذه التوزيعة من مارتشيلو، مارتشيلو اللي يبدو أنه يريد قديم يعاد على مستوى النتيجة. وهذه كرة أخرى أوبنيك في التصدي، كرة خطيرة فيكتور بيتر زيلا، بيتر زيلا رايع رايع متوسطة لا أكثر ولا أقل. وهذه كرة من لوكاس فاسكيز، جول جول الريال برأسية الأبطال، الريال بكريم بنزيما بطل الأبطال. أول أهداف المباراة بتوقيع القناص الفرنسي كريم كريم رنيم رنيم، هدف رائع بكرة مليمترية يوسع فيكتور طبعا لوكاس فاسكيز، وكريم بنزيما يفترس الدفاع التشيكي يعاقب الحارس الروسكا. كسيدة لكل من الإصابة مشاهدينا الكرام على مستوى اليد الملكية. كريم بنزيما والركن من الابطال منذ موسم 2008-2009 عندما خسر من يوفنتوس رايح جاي مرتين. توني كروس بطل العالم كرة رائعة، كرة رائعة هربت. وذا كريم يعدي على الكل، كريم يوسع مارتشيلو والبقية. وهذه كرة توزيع عامل برازيلي، محاولة التسيسر ويرجع الهجوم لبيتر زيلا. رايح هذا اللاعب موهوب، يمر كما تاب له وجهه قصير القامة كبير الإمكانيات. أهداف لصالح الفريق الملكي، لكن من القيدوم زيلا غريبة. أي 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 ليمبيرسكي وحده فاسكيز يراوغ ممتاز. ليمبيرسكي بالانذار، ليمبيرسكي سنر الانذار، اول انذار في المباراة على حساب ليمبيرسكي المدافع الايسر لفريق هجوم. كريم يراوغ يا سلام، لا يا كريم لا، جارث بيل كان وحده. يا اناني يا فرنسي يا اناني، كان بيزعيسكو يخسر الكرة، حكم يخلي مبدا تحت الفرصة ويرجع الان للمخالفة مرفوقة بانذار. هو افضل هداف فرنسي في تاريخ الليغا. الريال لتسجيل الهدف الثاني، والراية الراية على جارث بيل. فرحة وما تمتش للجماهير الملك ليمبيرسكي. ليمبيرسكي وزع الحماية والكرة مش معقول غير مقبول. إيسكو يرفض الهدية، 10 دقائق بنات شمال الريال، 3 من فيكتوريا بيلزن. ليمبيرسكي المدافع الطاير
لوكا مودريتش والمخالفة للليمبرسكي مرة أخرى. ذكروا ليمبرسكي في رصيد وزيد خاتم فاتورا فاسكيز وما يعديش احتياط توني كروس وكورة غدارة غدارة من إيسكو والشتارة من روسكي. تصويب بعيد في العاصمة تشيكي. كريم كريم اللي وزع ليمبرسكي رايزنيك يتقدم رايزنيك اللي وزع وكريم إماد وفيها جول ما فيهاش جول. لحظات صعبة وكرة بالراس اثنين معك لرايزنيك يوزع لا 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 والف لا. كيف فوز والربع يونايتد 145 كرة سهلة من كريم عفالي وزع ارتدم الدفاع ودار القامات الفارعة وكاسيميرو تشيك يوزع فرصة كبيرة يضيعها فيكتور بنسون عن طريق افل. فيكتور كانت بايل فيها جول فيها جول لا يا كانت بايل. وين هذه الكرة وين؟ كرة في كارديف عاصمة تبعديد كذلك المساعة في تاريخه دي ستيفان فالفيردي وكرة جول كرة جول. عزيز القوم كبير أوروبا سلطان اللعبة الأوروبية عظيم الكرة الإسبانية اسمه رهيب الريال ديما عجيب ليكو بألقابه بنجومه وجمهوره قميص الميرينجي يا مارتشيلو مخيف خيوطه وقار لونه أبيض رويال وعنوانه فريق الأبطال. سينا الليلة في كربخال وكأنه غير غايب بالمرة ساهم في تصدر مودريتش. شوف كريم يوسع والركنية الركنية أكثر من لما يكون أساسي. كرة بالرأس لراموس حاولت أسانسيو اللي وزع والإمكانية واردة الآن التسويب وما زلت نحكي مشاهدينا الكرام جول جول لفيكتوريا بيرنزن في هذه اللحظات. بابيل فيربا مدرب الفيكتوريا يستبيق هذا الجمهور التشيكي في ملعب سانتياغو برنابيو واللعب طبعا رقم 17 لما نحكي عليه روسوفسكي متوسط الميدان الدفاعي يغالط الحارس.